لفصل هذا الايه؟ لفصل هذا العامل. قرارات تسريح العاملين بنادي الزمالك اللي بتتم الان ما ترضيش حد، يا اما كان قرار تعيينهم ما يرضيش حد، يا اما كان قرار تعيينهم ايه ما يرضيش حد. ولو انا غلطان صحح لي، ما عنديش مشكله بالمناسبه خالص، لان انا بتكلم في الصالح الايه، في الصالح العام. مش ده الخير برضو اللي بيتكلم عليه رمز نادي الزمالك اللي كان قاعد، اللي كان قاعد يعني بيطبل له قوي وبيفرش له قوي؟ مش ده برضو الخير ولا ما اتكلمتش ليه يا رمز؟ ليه يا رمز؟ وتصديقا لكلام احد اخواننا السعوديين الزملكاويه الجامدين جدا، اتفرج على حلقه امبارح، فوجئت باتصال منه النهارده قبل الفطار، وقال لي كلامك يا كابتن تامر اللي انت قلته في الحلقه سليم بنسبه 100%. هذا رمز اتصل بيا لما كان في مشاكل شخصيه ما بينه وما بين يعني، اتصل بيا وقال لي ان رئيس الجمعيه العموميه قلب نادي الزمالك عزبه، وان رئيس الجمعيه العموميه بيحكم وبيتحكم في نادي الزمالك، وان رئيس الجمعيه العموميه اهان كل رموز نادي الزمالك، وان رئيس الجمعيه العموميه بيكمم الافواه، رئيس الجمعيه العموميه لنادي الزمالك بيكمم الافواه وبيقطع الالسنه اللي بتعارضه، رئيس الجمعيه العموميه عاوز يخرس كل صوت يقول له ده صح وده غلط. والله يقول له ده صح وده غلط، مش ده غلط بس، لا ده بيقول له ده صح وده غلط، حتى الصوت ده هو مش عاوزه. امال هو عاوز ايه؟ عاوز الصح بس. انما اي حد يقول له ده مش مظبوط، لا، التنكيل والتشهير والتشويه والشطب والجلد والاتهامات بما ليس فيه، هو دوت هيبقى عقاب كل من تسول له نفسه انه يطلع يعارض الحاكم بأمر، الجالس منفردا على عرش نادي الزمالك. وراجل قال لي ان هو اتصل بيه في التليفون وقال له انا همشيه وانا هقود جبهة ضده، وان هذا الرجل لا يصلح ان يكون رئيسا لنادي الزمالك، وانا وقفت ضده في الانتخابات قبل كده والانتخابات اللي جايه ينا يا هو في نادي الزمالك. هذا ما تم ايه مع صديقنا السعودي من الكابتن الكبير رمز. ويمكن الراجل قال لي كده يعني، قال لي لما يكون رمز كبير كده من رموز نادي الزمالك يغير موقفه ومواقفه في 15 يوم او اقل من 15 يوم، لان كان تاريخ المكالمة ديت عن تغيير موقفه كان 15 يوم، ازاي بعد 15 يوم يغير موقفه، يغير مبدأه بالمنظر ايه؟ بالمنظر ده. قلت له عادي، ما فيهاش ادنى مشكلة، لان يا صديقي العزيز المصالح تتصالح، المصالح تتصالح. ويمكن انا عاوز اقول لرمز هنا حاجة، هو انت يعني بخبرتك الكبيرة في الحياة وبتقييمك الكبير للناس، هو انت مش قادر تفهم انه بيعاملك على انك ميدالية في ايده؟ مش قادر تفهمها؟ يجيبك وقت ما هو عاوز، ويقلب عليك ويمشيك وقت ما هو برضو عاوز، ويستخدمك وقت ما هو عاوز. استخدمك يستخدمك لما يديك بعض الملفات، وفي ملف دلوقتي موجود في ايدك بالتخفيض بتاع قطاعات عارفهم طبعا في النادي للنص، علشان يصدرك انت، عشان يبقى هو اللي معين وانت اللي بتمشي. هو انت مش واخد بالك من دي يا رمز؟ يا اللي طالع تقولي انه اعظم
رئيس نادي جه في تاريخ نادي الزمالك؟ لا. إذا كانت هناك توافقات وتواؤمات ومصالح شخصية ما بينكو على مدار تاريخكو القديم ده كله، ما تدخلونيش نادي الزمالك في النص، ما تطلعش تسوق لنادي الزمالك، ما تطلعش تسوق له على حساب نادي الزمالك، ما تحطليش نادي الزمالك في جملة مفيدة، ما تحطليش نادي الزمالك فين في جملة مفيدة وخلاص الدنيا عارف معروف. ايه لما بتلطش معاك بتروح له طبطب عليه تقول له كلمتين حلوين، وانتوا الاتنين عارفين مفاتيح بعض فين، انتوا الاتنين عارفين مفاتيح بعض فين. فطالما انتوا الاتنين يا حبايبي عارفين مفاتيح بعض فين، ما تدخلوش نادي الزمالك في النص، وما تطلعش تقول انا ضد كل واحد، ها انا ضد كل واحد بيعارض رئيس النادي. انت مالك؟ اذا كان انت شخصيا كنت معارض ليه، ولا انت عشان دلوقتي الدنيا اتصلحت مع بعض؟ ايه هتطلع تقول لي انا دلوقتي وتوجه راي عام ان انت خلاص بقيت دلوقتي ضد اللي ضد رئيس؟ انت مالك؟ انت مالك؟ مالكش مصداقيه. جمهور نادي الزمالك عارفك، عارفك ان بتغير موقفك في متر ونص، زي ما انت كنت لعيب كبير قوي بترقص في متر وفي متر ونص، مالكش دعوه باللي بيعارضه، ومالكش دعوه بتسوق له. ده انت كنت اول واحد بتقف ضده في الانتخابات، ده انت كنت اول واحد بتقف ضده فين؟ في الانتخابات. ما تستاهلش كلام اكتر من كده. موضوع تاني مهم جدا في حلقتنا النهاردة، موضوع تاني مهم جدا في حلقتنا النهاردة، برزنتيشن دخل في صدام عنيف مع اتحاد كرة القدم المصري. انفرضنا هنا في كلمة حق مع حضراتكم وقلنا ان الاتجاه القادم في اتحاد كرة القدم المصري اللي هي اللجنة الخماسية اللي بتدير اتحاد كرة القدم المصري يعني ماشية في الاجراءات القانونية لفسخ التعاقد مع شركة برزنتيشن. تمام يا سيدي. طيب طالما احنا ماشيين في الاتجاه ده، امال ايه البديل؟ خد مني هنا، البديل اسمه زد. نعم ايوه زد. مين يا سيدي صاحب زد؟ السيد احمد دياب. السيد احمد دياب شركة زد. ايوه شركة زد. برافو كده وائل فاروق، متابع انت 100، انت تيجي تشتغل معاه في الاعداد يا وقول. والله ما شاء الله لا قوة الا بالله عليك. شركة زد هي احدى الشركات العاملة في مجال التسويق الرياضي الصاعدة بسرعة الصاروخ. صاروخ ايه؟ بسرعة النجم، بسرعة الصوت، يعني بصوا اقصى سرعة من السرعات اللي انتوا عاوزين تتكلموا فيها تقدر تحدث ولا ايه، تقدر تحدث ولا حرك. في حالة فسخ التعاقد ما بين اللجنة الخماسية او اتحاد كرة القدم المصري وشركة برزنتيشن على خلفية تأخر برزنتيشن في دفع مستحقات مالية لاتحاد كرة القدم المصري تبلغ 89 مليون جنيه، ومطالبة اتحاد الكرة بتعويضات تصل إلى 200 مليون جنيه، وفي حالة أن القضاء المصري يحكم لاتحاد كرة القدم بفسخ التعاقد، هيبقى البديل مين؟ هيبقى البديل زد. هيبقى البديل مين؟ هيبقى البديل زد. ده اللي احنا ممكن نشوفه الفترة الايه؟ الفترة القادمة. ده كلام محترم جدا جدا جدا. 27 مايو الشهر اللي احنا فيه ده، قد يكون هذا الميعاد هو الميعاد المبدئي اللي هيحدد من اتحاد كرة القدم المصري لاستئناف التدريبات، لاستئناف التدريبات في حال ان اتحاد ان مجلس الوزراء هياخد قرار باستئناف النشاط الايه؟ الرياضي. اتفقنا؟